نقطة تانية عن التحكيم. من بداية الموسم وجه كلاتنبرج وكلنا بندعم كلاتنبرج، خطوة مهمة، خطوة بنحيي القائمين في اتحاد الكرة عليها، خطوة فعلا هيكون إن شاء الله فيها تطوير للتحكيم المصري، وهيكون فيها عدالة وفيها شفافية للجميع. بالرغم إن النادي الأهلي من بداية الدوري، وأنا بقول لحضراتكم، ما زال بيتظلم في بطولة الدوري الممتاز. ده مش بكلامي وشهادتي، ده كلام كلاتنبرج. لكن فيه بتحس رغم الظلم إن الناس بتحاول تكون في عدالة ويكون في شفافية للجميع. لما النادي الأهلي بيكون ليه حق بيطلع كلاتنبرج يقول لك زي ما شفنا في مباراة المحلة، الكورة دي مفروض لاعب المحلة يطرد فيها، الكورة دي ركلة جزاء للنادي الأهلي، الكورة دي مفروض ركلة جزاء للنادي الأهلي في مباراة أخرى، الكورة دي تستحق الطرد للاعب المنافس. لكن شايفين شفافية، ما بنشوفش زي ما شفنا قبل كده ممكن رئيس نادي يرفع سماعة التليفون على كابتن عصام عبد الفتاح أو كابتن وجيه أحمد والنبي عين للحكم الفلاني أو جاملني في المباراة دي أو أنا عايز ده ومش عايز ده. ده ما بنشوفوش. إن كلاتنبرج ما بقاش يتكلم عربي أو ما بفهمش بالعربي، فصعب التواصل معاه. لكن إحنا بنحيي الخطوة اللي قام بها اتحاد الكورة. وبقول لحضراتكم، رغم إن كان مباراة الأهلي وبيراميدز اللي هتكلم عنها باستفاضة دلوقتي، كان فيها أفضل حكم من حكام العالم، بنقول الصفوة يعني، واحد حكم مباراة الأرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم، أول مباراة ليه تكون في مصر، فكانت الأعين زي مع المباراة أيضا كانت الأعين مع التحكيم. لكن برضو بقول لحضراتكم، النادي الأهلي اتظلم في هذه المباراة، وكان أحد لاعبي بيراميدز يستحق الطرد. نروح أكتر للصورة مع الكابتن محمد صلاح الحكم السابق علشان نتكلم ونشوف تقييمه بالنسبة لحكم مباراة الأهلي وبيراميدز. تحياتي ليك يا كابتن محمد. تحياتي كابتن أسامة، وازيك أخبارك إيه؟ كله زي الفل، منور قناة الأهلي. حبيبي ربنا يخليك، منور بيكم. تقييمك لحكم مباراة الأهلي وبيراميدز بالأمس. طبعًا أنا بس ليا تقييم على حاجة بعد إذنك. اتفضل. هو على فكرة الحكم الفلاني دي تاني مرة يجي فيها. ما أنا عارف تاني مرة. مش أول مرة. لا أنا ما قلتش أول مرة. أول مباراة ليه بعد كأس العالم تكون موجودة في مصر هنا. تمام. بعد كأس العالم. طيب أنا عايز هاخد من كلامك وهبدأ الكلام. هو لما احنا جايبين حكم أدار مباراة نهائي كأس العالم، كل ده جميل جدا، لكن ده في السي في بتاعه، لكن أنا هتكلم على مباراة الأهلي وبيراميدز تحديدا وعلى أدائه في المباراة. كويس. النهارده لما أي حكم بينزل الملعب بينزل باسمه. ما بينزلش بيقول انا، فهو كان لازم يحافظ على الشكل ده. تمام. بمعنى اللي هو انا عايز اقول ان هو انا شايفه ان هو ادار المباراه بنوع من يعني كان في نوع من الاهمال. يعني النهارده لما نتابع المباراه ونتابع تحركاته هتلاقيه ما كانش بيتحرك زي ما كان بيتحرك في كاس العالم. تمركزاته كان عنده نوع من التراخي شويه. بدليل النهارده شفنا في نهايه الشوط الاول. ايوه. اتصرف بشكل بمناسبة بقى كأس العالم، لو هو تصرف هذا التصرف في أي مباراة في كأس العالم أنا بأكد لك إنه هيخرج من الملعب على الأوتيل على المطار. كان هيحاسب، لكن هو جاي وعارف إن هو محدش هيحاسبه، فكان لازم لما يجي كان لازم الناس اللي جابته في اتحاد الكورة يقولوا له إن المباراة مهمة، وأي حكم بينزل المباراة بيبقى عارف إن هي مهمة ومالوش دعوة. يعني تصريحاته كمان بعد المباراة أنا ليا تحفظ عليها، لأن هو قال أنا جاي وعارف العلاقة ما بين الفرقتين وظروف الفرقتين مع بعض، أنا كحكم ماليش علاقة بالكلام ده، وإن أنا أقول تصريحات بالشكل ده مش من المفترض. أنا باجي بعمل شغلي ماليش دعوة بأي أمور تانية خارج الملعب. ولكن هروح بقى، خليني أرجع لك للأمر الفني ده، إن هو ينهي الشوط الأول. وفي مخالفة. هتقول لنا يا شباب المخالفة اللي بيتكلم عليها كابتن محمد صلاح اللي كانت في نهاية الشوط الأول. اتفضل. المخالفه دي كانت في نهايه الشوط الاول، بمجرد ما حصل المخالفه ما بين لاعب الاهلي ولاعب بيراميدز. وكانت المخالفه واضحه على لاعب بيراميدز، لقيناه صفارته طلعت وانهى الشوط الاول. وعايز اكد كمان ان اللعبه دي لعبه هو شايف الزاويه كويس وتمركزه كان كويس، مش
بنتكلم فيه، ولكن لازم يكون في قرار، لان لعبه خطر وبتمثل خطوره على اللاعب، وهنا ده طبقا للقانون، فانت كان لازم يبقى عندك قرار. فحتى لما شفت بعديها بعد ما نهى الشوط الاول، يعني اللعبه دي تستحق يا كابتن كارت احمر صح كده ولا كارت اصفر؟ دي كارت اصفر، كارت اصفر. ولكن النهارده هو لما صفر ونهى الماتش ونهى سوري نهى الشوط الاول، خلاص انت حتى كنت ادي القرار واستنى شوف حكم الفيديو، يمكن يكون عنده تفاصيل تانية انت ما شفتهاش. تمام، ممكن يكون في كارت احمر، ممكن يكون في تفاصيل انا ما شفتهاش كحكم. لكن هو اللي انا شفته، انا هقول جمله كده، لا هو عارف هو بيعمل ايه. تمام، هروح للشوط الثاني برضو نفس اللاعب رمضان صبحي برضو عمل مخالفه وكانت تستحق الانذار. يبقى الانذار الثاني يبقى يليها طرد. كان الانذار الثاني ويليه الطرد، وعايز اقول لك برضو ان هو كان شايف التفاصيل كويس قوي. وعلى فكره المخالفه دي اللي اداها اللي ادى القرار هو الحكم المساعد، مش هو، لكن هما الاثنين كانوا قريبين جدا، وكان الحكم المساعد برضو كان لازم يقول له التفاصيل. فانت النهارده بتتكلم في كارت احمر، ولكن هأكد النتيجه غطت على الاخطاء التحكيميه دي. معانا اللعبه برضو حضرتك بتتكلم، اللعبه اللي تستحق انذار تاني، وكان عنده انذار اولاني احد لاعبي بيراميدز فكان يستحق الطرد. انا عايز اقول لك ان رجل رمضان صبحي لو كانت عاليه شويه وهتروح للمنطقه الخطر دي اللي ممكن تمثل اثاره جسيمه، يعني اصابه جسيمه على اللاعب، هنا الكارت الاحمر ما فيهوش كلام، كانت هترتقي للاحمر، ما كانتش هيبقى ما كناش هنتكلم في الكارت الاصفر. فبرضه دي كانت الكارت الاصفر هنا، يعني عارف لا يقبل القسم على اثنين. يعني النادي الاهلي ظلم في المباراه دي يا كابتن، هل الحكم المباراه ممكن يبص، وهو بالرغم ان هو حكم كبير وحكم نهائي كاس العالم، ممكن يبص للنتيجه، فممكن النتيجه تؤثر على الانذارات؟ دي بترجع لشخصيه الحكم، لكن انا باكد ككابتن اسامه ان هو ادى المباراه بشكل فيه تراخي، هو انا ما حسيتوش هو بدء اهتمام للمباراه. يعني هو جاي وحاسس ان هو اعلى من المباراه، وللاسف يعني احنا لازم برضه من خلال برنامجك ومن خلال الاعلام لازم الناس تعرف ان مش كل حكم اجنبي جاي لازم نقول ان هو يعني. طب حضرتك يعني قلت يا كابتن محمد جمله مهمه جدا، ان الحكم عارف بيعمل ايه وعارف طبعاً الظروف ما بين الفرقتين. هل النهارده هو قاله بعد المباراه بتلمح لايه يعني؟ لا انت كحكم، انت كحكم، انا الحكم هو شخص محايد، ماليش دعوه ظروف الفرقتين ايه مع بعض، ماليش دعوه ظروف الماتش ايه، انا بنزل 90 دقيقه بدي كل واحد حقه كحكم، ده شغلي. لكن انا ماليش علاقه بالظروف الخارجيه للمباراه، ماليش علاقه الفرقتين علاقتهم ايه ببعض، انما هو يطلع بعد المباراه ويقول تصريح زي ده. وكمان انت حكم حكمت نهائي كاس عالم، هل هو كان يجرؤ بعد نهائي كاس العالم يخرج يقول تصريح بعد المباراه؟ لا غير مصرح له، ده مش لكن انا طبعا النهارده هو عارف النهارده محدش هيحاسبه. فاللي انا عايز اقوله لك هو كان جاي في نزهه، يعني هو اداني ايحاء، انت طالع بعد المباراه بتقول تصريحات وده مخالف لتعليمات الفيفا، ادى المباراه بشكل فيه تراخي كتير جدا، ولكن نتيجه المباراه يعني غطت على كل الكلام ده. ولو كانت النتيجه غير كده كنت هتلاقي في كلام تاني مختلف، كان هيبقى في كلام تاني. طيب النقطه الثانيه يا كابتن محمد، كلاتنبرج النهارده مفيش تواصل مع اي حد برغم ظلم النادي الاهلي، لكن انا احساسي وانا مشاهد النهارده بقول لك ورغم ظلم النادي الاهلي في مباريات كثيره من الدوري، لكن احنا حاسين بعداله، حاسين بشفافيه، بيعمل فيديو بيقول اخطاء الناس كلها سواء ليك او عليك. النهارده عدم تواصل المسؤولين في الانديه مع كلاتنبرج، النهارده كان زمان ممكن رئيس نادي يروح مميل بالتليفون على رئيس لجنه الحكام السابقه او اللي قبله، والنبي يا كابتن ما تبعتليش فلان وابعت لي فلان، وكنا بنشوف الكلام ده. شاف الخطوه دلوقتي وبقى قرارات التحكيم والحكام في المباريات من دماغ كلاتنبرج، شاف الخطوه دي ازاي؟ طيب انا طالما انت بقى اشرت القصه دي انا لازم بقى اوضح لك فيما وراء الستار. اتفضل. طيب كلاتنبرج يعني بعد كل جوله اول حاجه بيسال عليها معاوني الانديه اخبارها ايه؟ بيهتم جدا براي الانديه، بيهتم النادي ده راضي عن الاداء ولا لا، ودي مش شغله رئيس لجنه الحكام. شغله رئيس لجنه الحكام هو التواصل مع حكامه، دي نمره واحد، يطور ادائه ويقف على الاخطاء ويحاول يقللها. هو بيعملها من خلال اجتماع اونلاين،
والاتفاق الاونلاين ده مش في التحكيم، مش موجود في اداره التحكيم. كلاتنبرج لحد النهارده كابتن اسامه ما نزلش الملعب مع الحكام، ما بس نزلش الملعب النهارده عمل تدريب شايفين عملي. يا كابتن، النهارده من خلال الفيديو اللي بيحقق العداله، النهارده التواصل حتى مع الحكام، شفنا النهارده استمرار اللعب، دي ما كانتش موجوده في الدوري الممتاز. دي تعليمات مين؟ مش تعليمات كلاتنبرج؟ تمام، انا مش هختلف معاك في دي، انا اتفق معاك تماما. احنا ولكن كنا قبل كده بنتفرج على الدوري كل شويه الحكم تيت تيت، نقف طول المباراه وقت كتير واقف، دلوقتي في استمراريه في اللعب. انا متفق معاك هنا تمام. تماما، وانا النقطه دي من النقط الايجابيه اللي انا شايفها، دي نقطه ايجابيه. ولكن خلينا برضو نقول ان دي كره القدم اللي متعارف عليها في العالم كله. كويس. هي دي كره القدم، ده المفهوم الطبيعي لكره القدم. لكن اللي كان بيحصل قبل كده، كره القدم مش بالهمسه واللمسه صح، اصفر مظبوط فاول. مظبوط. كره القدم لعبه التحام ولعبه قوه. دي حاجه، فهو ما اضافش جديد، هو غير المفهوم اللي احنا كنا ماشيين بيه الاول الغلط. انا هتفق معاك هنا. تمام. ولكن النهارده لما يحصل ان انا النهارده تعمل فيديو وانت كل اللي يهمك ان انت تطلع الراي التحكيمي للاعلام وما تهتمش بالحكام، هنا في نقطه في خلي جهات بالك كتيره يا جدا. كابتن، التغيير النهارده لما بتغير ما ينفعش نغير كله مره واحده، حتى النهارده لو بتحط الحكم قدام مسؤولياته، النهارده لما في خطأ هيعلن، النهارده الحكم هيبقى عنده اهتمام في كل خطوه وفي كل صفاره وفي كل قرار. خلي بالك يا كابتن اسامه، انا عايز اكد بس انا مش ضد كلاتنبرج، وانا من لما وصل انا كنت من اكثر الناس المناصرين لي وكنت تمام. بدعمه وكنت مبسوط جدا من البدايه. ولكن خليني اقيم الفتره اللي هو قعدها من بدايه الموسم دي. اولا هو مش متواجد خالص خالص، بيدير التحكيم وهو بره، بيدير التحكيم من خلال الانترنت، ومفيش لجنه حكام في العالم كله بتدار من خلال الاونلاين. دي نقطه واحده. دي نقطه. النقطه الثانيه ان اصبحت الفيديوهات اللي هو بيعملها فيها قرارات مش مقنعه اللي هو بيطلعها، وده معرفش انت تتفق معايا فيه ولا لا. وبعدين طالما بتطلع حالات جدليه لازم تطلع كل الحالات. مظبوط. خلي بالك النادي الاهلي الظلم في دي برضو، ان في قرارات تبقى مؤثره وللراي العام، برضو انا معاك في النقطه دي، بتكون من دي حق نقطه النادي الاهلي. بالظبط. النقطه الثانيه بقى، معاييره مختلفه في الحالات التحكيميه اللي بيطلعها في الفيديو. هتلاقي التحام بنفس الشكل ويقول لك الحكم هنا صح، والتحام تاني بنفس المعيار ويقول لك الحكم غلط. بس هو بيعمل ايه لما تركز في الفيديو بقى يا كابتن اسامه؟ هتلاقيه دايما رايح مع قرار حكم الفيديو، ودايما بيجيب حالات اللي هي فيها تدخل من حكام الفيديو. تمام. عايز اقول لك اخيرا يا النقطه، كابتن محمد، اتفضل. ملخص مباراه الاهلي وبيراميدز، الاهلي كان او لاعب بيراميدز كان يستحق الطرد صح؟ طبعا يستحق الاهلي الطرد. ظلم في هذه المباراه. شوف يا كابتن اسامه، انا هختم لك الكلام. الحكم بيقيم بعد المباراه القرارات المؤثره، بتكون الكارت الاحمر، القرارات اللي بتكون داخل منطقه الجزاء، هي دي القرارات اللي بيتم عليها تقييم الحكم. لما يبقى حكم نهائي كاس العالم وفي مباراه فيها كارت احمر وتصرف هذا التصرف في تمام. نهايه الشوط الاول بالشكل ده، اعتقد ان في تخاذل كبير منه، وكان لازم تمام. يعني اذا كده كلامك واضح، رغم فوز الاهلي، الاهلي ظلم في طرد احد لاعبي بيراميدز. كابتن محمد صلاح الحكم السابق، بنشكرك شكرا جزيلا.